يا صباح الفل والورد والياسمين على أجدع ناس المصريين. دايما زي ما بحب ابتدي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب الصحه والستر ورضا الوالدين وحب الناس، ويجعل النهارده باذن الله نادي علينا كلنا. النهارده يوم جميل باذن الله وهيكون اجمل ان شاء الله. بحلقتنا هنتكلم في حاجات كتير جدا زي ما احنا متعودين، بنتكلم على الايجابيات بشكل كبير. والحقيقه الاسبوع ده كان في زياره مهمه جدا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لافريقيا، كانت من يوم 14 ل 17 اغسطس، راح فيها اربع دول في افريقيا وهما تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد. الحقيقة الزيارة دي مهمة جدا والتوجه لأفريقيا مهم جدا، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول ما تولى زمام الأمور في مصر كان مهتم جدا بالملف الخارجي بشكل عام، وخصوصا وزارة الخارجية قامت بدور كبير جدا في توصيل الصورة الصحيحة، مش تصحيح الصورة. أنا أرفض تصحيح الصورة دي، لأن إحنا ما عملناش حاجة غلط وبنصلحها، لا، هو توصيل الصورة الصحيحة لشعب مصر والموضوع اللي حصل، وإزاي قدرنا من خلال ثورة عظيمة وانتخابات نزيهة إن إحنا نقف كمصر. توصيل الصورة الصحيحة والاتجاه إلى أفريقيا بشكل كبير كان مهم جدا في الفترة اللي فاتت، والعالم كله مهتم بأفريقيا، الكنز اللي زي ما نقول كده، إيه، القارة الغنية الفقيرة، غنية بمواردها وفقيرة بالناس اللي ممكن تشغلها، مفتقرة إلى الخبرات، الأيدي العاملة المدربة، مفتقرة إلى المصريين بشكل كبير. فلو بصينا كده الفترة اللي فاتت هنلاقي التوغل العالمي في أفريقيا، هنلاقي الهند متوغلة، هنلاقي أمريكا متوغلة، هنلاقي إسرائيل متوغلة، هنلاقي إيران، هنلاقي دول عربية كتيرة، هنلاقي الصين، هنلاقي كندا. الدنيا دي كلها بتحاول إن هي تتوغل في أفريقيا، والاستعمار ما بقاش زي زمان دولة بتستعمر دولة بالسلاح وهاخد خيراتك والكلام ده، لا، هو استعمار اقتصادي بشكل كبير. فالناس دي واعية وفاهمة قد ايه الأفارقة او القارة الافريقية عندها كنوز كتير جدا، لكن مش قادرة ان هي تستثمرها، لانها يعني بينقصها بعض الخبرات في هذا المجال، فابتدت انها تستثمر وتحط فلوس. لما الناس دي تستثمر وتحط فلوس في قارة افريقيا، يبقى قارة افريقيا واعدة. احنا دورنا كمصر، احنا بوابة افريقيا على العالم كله، احنا دورنا كمصر منذ قديم الازل وقفنا سندنا الشعوب الافريقية في ازماتها، سندنا الشعوب الافريقية في ثوراتها، سندنا الشعوب الافريقية في احتياجها للخبرات. عندنا حاجة اسمها القوى الناعمة بجانب الحكومات والادارات والرئاسة المصرية، عندنا القوى الناعمة، عندنا الازهر الشريف، عندنا الكنيسة، عندنا المستثمرين، عندنا الاطباء، عندنا الوفود من كافة المجالات اللي بتروح عشان خاطر تعلم الطب وتعالج وتتعرف على الناس، عندنا شركات كبيرة مصرية بتساهم في البنية التحتية. ويمكن يعني لما بنتكلم على رئيس الوزراء السابق المهندس محلب، ابراهيم محلب، لما كان بيروح في اي بلد من البلاد قد ايه الترحاب اللي كان بيرحبوه بيه، لان هم عارفينه لان هو صاحب او كان مدير شركه من الشركات الكبيره اللي بتقوم بالبنيه التحتيه وانشاءات كبيره، سواء طرق، مستشفيات، مدارس، و يعني قيسوا على ده كتير جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره ديت قدر ان هو يعني يتباحث مع رؤساء الدول ديت، تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، وركز على موضوعات مهمه جدا، منها التبادل التجاري، الاقتصاد، الاستثمار. من المهم جدا ان احنا نتكلم عن البيئه، برضو مهم جدا ان هو اتكلم على محاربه الارهاب، موضوعات كتيره جدا هنتكلم فيها مع ضيفي الكريم اللي هيشرفني النهارده دكتور مختار غباشي، هيتكلم معانا اكتر عن هذه الزياره والملامح الاساسيه بيها، وخصوصا كمان موضوع ملف مياه النيل. الافارقه مش محتاجين ان احنا نقول لهم انا جاي ياخد منك وامشي، لا، هو محتاجين تكامل، انا هاخد منك ايه وهديلك ايه، وده اللي احنا بنحاول نعمله في الفتره اللي فاتت، ونجحنا بشكل كبير جدا ان احنا نوصل لدول كتيره جدا وشاركنا في مؤتمرات كبيره. والرئيس عبد الفتاح السيسي دايما كان بيحاول وبيحرص على التواجد في كل الامم الافريقيه والمؤتمرات والحاجات الهامه، ووجوده في هذه الايفنتات او الاحداث بتنم او بتعبر على اهميه افريقيا للشعب المصري وللمصر بشكل كبير، وبتخلي وبتعكس مدى الاهتمام بالقاره الافريقيه فعلا مش بس كلاما. الفقره الثانيه ان شاء الله باذن الله هتكون عن مهرجان القلعه، وهنعرف مهرجان القلعه واهميته والناس المشاركه وعدد المشاركين، وهيكون معايا الناقد الفني محمد رمضان هيكلمني اكتر عن هذا الموضوع. الحقيقه الفقره الثالثه هتكون معانا عن برلمان شباب بجامعه القاهره. برلمان شباب جامعه القاهره هو غالبا يعني هنعرف من ضيوفي الكرام
برلمان للشباب ويحاول ان هو يناقش الموضوعات الاساسيه في مصر بشكل شبابي بافكار جديده. هنتكلم مع شبابنا من البرلمان عمر رأفت وحافظ عثمان ومؤمن ممدوح. دي ان شاء الله باذن الله هتكون فقراتنا. خلونا نبتدي على طول باهم فقره وهي جوله الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 دول افريقيه على طول بعد الفاصل ونبتدي مع بعض. خليكم معانا.